مجالنا يا شيخ عبد العزيز فضل له تفر هذا المنصر الإنجليزي الملك يجلس ولا ما يجلس أنه كان لا يضيق عليه في ممارساته قال له شمدريني روح أسأل الشيخ حدثني التاريخ فقال زرت البوسنة وطفت بين مدنها ووثقت تاريخها وسرني جمال أهلها قبل جمال طبيعتها، لكن حزنت كثيرا لآثار الدمار في الحرب على الإسلام في أواخر القرن الماضي. وفي تلك الرحلة سمعت كثيرا عن دور أسد البوسنة الزعيم علي عزة بيكوفيتش رحمه الله، وقد حدثني التاريخ عن بطولاته فأوردت بعضها هنا. داعية البوسنة وسياسيها وأسدها علي عزة بيكوفيتش رحمه الله تعالى، ولد في سنة 1925 من الميلاد، ودرس في بلاده في البوسنة، وتدرج في التعليم حتى حصل على شهادة الدكتوراه في سنة 1962 من الميلاد. ولم يقتصر دوره على هذا فقط، فإنه كان على علم تام بلغته البوسنوية طبعا، وبالإنجليزي والفرنسي والألماني، مع إلمام جيد باللغة العربية. نشأة علي عزة بيكوفيتش كانت نشأة إسلامية صالحة، ولذلك مع أن عمره كان 16 عاما، فإنه كان ممن ساهم في تأسيس جمعية الشبان المسلمين في مطلع الأربعينات الميلادية، واشتغل مع هذه الجمعية وفي هذا المحضن التربوي الإسلامي المهم في البوسنة حتى تعرض للسجن. ولكم أن تتصوروا أن علي عزة بيكوفيتش رحمه الله تعالى مطالبة الإصلاح الديني والسياسي في البوسنة التي كانت للتو قد خرجت من الشيوعية وسعيا في الإصلاح الديني، تعرض للسجن مرارا ما بين سنة 1949 من الميلاد إلى سنة 1988 من الميلاد. اجتاح هتلر بجيشه النازي يوغوسلافيا واحتلها في إبريل سنة 1941 من الميلاد، وسارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى تأسيس حزب نازي، وحاول الشبان النازيون التأثير في الطلاب المسلمين، فتصدى لهم الطالب علي عزة بيكوفيتش وزملائه في جمعية الشبان المسلمين، وأفهم الطلاب المسلمين أن الفكر النازي معاد للإسلام، وأن الحركة النازية ضد الإسلام، ويحرم على المسلم أن ينتسب إلى الحركة النازية تحت أي ذريعة. لم يكن الرئيس البوسنوي علي عزة بيكوفيتش رئيسا جمهوريا عاديا كسائر الرؤساء الجمهوريين في العالم الإسلامي، لا، كان الرئيس علي عزة بيكوفيتش يمتلك فلسفة ورؤية واسعة وثقافة وفكرا وعقلا وقلما وسياسة ورجاحة في العقل، كل هذا أهله إلى مشروعه الإصلاحي في بلاده. علي عزة بيكوفيتش عايش الفترة التي انفصلت فيها يوغوسلافيا عن ألمانيا بعد احتلال ألمانيا لها إبان الحرب العالمية الثانية. لما انفصلت يوغوسلافيا عن ألمانيا توقع المسلمون أنهم سيكونون أحسن حالاً، وإذا بيوغوسلافيا في ذلك الوقت في سنة 1945 ميلادي تخضع للفكر الشيوعي الباطش الذي بطش بها بطشاً كبيراً، بطش بالمسلمين، فأغلقت المساجد والمدارس الإسلامية والمتاحف، وحولت إلى حانات ومراقص وملاهي. فكان حقيقا بعلي عزة بيكوفيتش وغيره من الإصلاحيين في ذلك الوقت في أيام شبابه أن يدعو إلى المشروع الإصلاحي المناهض لهذا. ولذلك بعده ب4 سنوات بدأت سلسلة الاعتقالات والسجون التي ألمت بعلي عزة بيكوفيتش وغيره ممن يحملون مبادئ إسلامية معارضة للشيوعية في يوغوسلافيا. بعد تصدع الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفيتي في سنة 1990 من الميلاد، اضطر الحزب الشيوعي اليوغوسلافي إلى السماح بالتعددية السياسية، فاغتنم الدكتور علي عزة بيكوفيتش هذه الفرصة وبادر إلى تأسيس حزب العمل الديمقراطي، وشارك في الانتخابات الرئاسية وفاز فيها، وصار رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك في
في عام 1990 من الميلاد. كان للرئيس علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تعالى دور كبير بالمطالبة باستقلال البوسنة كما صنعت كرواتيا وسلوفونيا، ولذلك أجري استفتاء شعبي في البوسنة وحصل المطالبون بالاستقلال على نسبة 63%. فإذن الفرصة مواتية الآن للاستقلال، لكن هذه المطالبات قوبلت بالرفض من العالم كله، العالم الغربي، وقامت الصرب بحرب عدائية عرقية مع كرواتيا ضد المسلمين في البوسنة، والتي نتج عنها المقابر الجماعية ومئات الألوف التي قتلت فيها الأرواح هناك، وانتهكت عرض أكثر من 100,000 امرأة مسلمة، وما زالت إلى اليوم المقابر الجماعية تظهر لنا بين الفينة والأخرى في جريمة تعد من أبشع الجرائم التي صنعت بالمسلمين. وكل هذه الأحداث كانت تمر على مرأى ومسمع من العالم كله، لا سيما من الأمم المتحدة. علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تعالى كان رجلا سياسيا إصلاحيا قبل الاستفتاء، وبعد هذه الحرب صار رجلا سياسيا إصلاحيا مجاهدا من الدرجة الأولى بمشاركته في الحياة اليومية مع الناس، حتى انكشفت الغمة بعد ذلك بحمد الله. كان على شعب البوسنة والهرسك أن يختار بين الانضمام إلى الكرواتي أو الصرب، الخصمين اللدودين اللذين لا يجتمعان إلا على حرب المسلمين. وكان هذا الاختيار كالاختيار بين سرطان الدم وسرطان الدماغ، والرئيس الداهية علي عزت بيغوفيتش رحمه الله أدرك هذا الخطر، ومن أجل إنقاذ شعبه تقدم بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية في سنة 1991 يتمثل في إقامة فيدرالية متناسقة. كان هذا المشروع كفيلا بإنقاذ يوغوسلافيا من التمزق والانهيار ومن الحرب الأهلية بين الجمهوريات والأعراق، ولذلك حظي هذا المشروع بدعم الجماعة الأوروبية. كسب الرئيس علي عزت بيغوفيتش شهرة كبيرة نظير جهوده الإنسانية في الدفاع عن بلده، أو حتى في كتاباته الفكرية التي كان يؤصل فيها الكثير من المبادئ المتعلقة أولا بالدفاع عن الإسلام، ثم في الدفاع عن الحرية والإنسانية عموما. ولذلك نال العديد من الجوائز، ولم تكن هذه الجوائز برغبته ولا بسعيه، لكنها هي التي سعت إليه، فحصل على جائزة الدفاع عن الديمقراطية من المركز العالمي للدفاع عن الديمقراطيات والحريات ومقره في أمريكا. وفي سنة 1993 من الميلاد، 1423 من الهجرة، حصل الرئيس علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تعالى على جائزة الملك فيصل رحمه الله في الدفاع عن الإسلام. وفي نفس العام أو بعدها بأقل من عام حصل الرئيس علي عزت بيغوفيتش على جائزة دبي للقرآن الكريم نظير جهوده في الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وعن المسلمين عموما. الرئيس علي عزت بيغوفيتش رحمه الله مفكر عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح، ومثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما ثقف نفسه بالعلوم الشرعية، وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة، وجمع بين أصناف تلك العلوم التي حصلها من مصادرها الأمينة الموثوقة بين مصادر إسلامية وغربية، فكان لنا منه مفكر عميق ودارس واع للتيارات الفكرية المعاصرة. الجوانب المهمة في حياة الرئيس علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تعالى أنه أثر المكتبة الإسلامية بكتب مهمة جدا، منها كتابه خروجي إلى الحرية، وكان قد كتبه إبان سجنه في سنة 1949 بسبب انضمامه إلى جمعية الشبان المسلمين. ومن كتاباته المهمة أيضا كتاب بعنوان بيانات الإسلام أو بيان الإسلام، وهي سلسلة مقالات كتبها في إحدى المجلات، وكان يرصد فيها بعض التقلبات الموجودة في بلاده، وقد أحدث الكتاب ضجة كبيرة جدا. لكن من أهم الكتب التي ألفها علي عزت بيغوفيتش رحمه الله الصراع بين الشرق والغرب،
تكلم فيه عن الجوانب النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الغرب وعلاقتها بالإسلام، وأن النموذج الصحيح الذي ينبغي أن يسلك في كثير منها هو الجانب الإسلامي المهم. لقي أسد البوسنة الرئيس علي عزة بيغوفيتش رحمه الله تعالى ربه راضيا في 19 من أكتوبر في سنة 2003 من الميلاد، عن عمر الناهز 78. وقد أعلن راديو البوسنة وفاته، ولم يتمكن مسلم البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، فقد اعترض على ذلك ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعدون الرئيس علي عزة بوغوفيتش عدوهم اللدود الذي وقف بدهاء وجرأة وذكاء في وجه أطماعهم في ابتلاع البوسنة والهرسك من أجل إقامة إمبراطورية صربية طالما حلموا بها، فرحمه الله تعالى وشكر ما صنع لأمة الإسلام. حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا، حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا، حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا، ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا، يا تلك الهمات سلاما وبقيتم أعلاما، صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.